الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأخ الكريم ويا أيتها الأخت الفاضلة، سنبدأ اليوم قراءة الكتاب الاختيار لتعليل المختار للإمام الموصلي في الفقه الحنفي إن شاء الله وقدر. فلنبدأ ببركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الاختيار لتعليل المختار. ترجمة المؤلف. نسبه ومولده: هو الإمام عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود أبو الفضل مجد الدين الموصلي، ولد بالموصل سنة 99 و500 للهجرة. والموصلي نسبة إلى الموصل من بلاد جزيرة بن عمرو. شيوخه: تلقى مبادئ العلوم على أبيه أبي الثناء محمود في الموصل، ثم رحل إلى دمشق الشام، وهناك تلقى العلوم عن جمال الدين الحصيري. مبلغه بين العلماء: كان الإمام أبو الفضل منفردا في عصره في الفروع والأصول، إذ كان عند الفتوى لا يحتاج إلى أن يراجع النصوص لحفظه لها ومعرفته التامة بفروع المذهب وبكيفية تطبيقها. مؤلفاته: صنف أولا كتابه المختار، ألفه في شبابه، واختار فيه قول الإمام أبي حنيفة فتداوله الناس، ثم طلبوا منه شرحا فشرحه وسماه الاختيار، أشار فيه إلى علل المسائل ومعانيها، وذكر فيه فروعا يحتاج إليها ويعتمد في النقل عليها. ومتن المختار هذا من المتون الأربعة التي كثر اعتماد المتأخرين عليها، وهي الوقاية، مجمع البحرين، والمختار، وكنز الدقائق. وأما متن المختار الذي هو أصل الاختيار فقد اعتنى به العلماء، فقد اختصر أبو العباس أحمد بن علي الدمشقي وسماه التحرير، ثم شرحه ولم يكمله، وتوفي سنة 82 و700 للهجرة، وشرحه الجمال أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الموصلي الحنفي وسماه توجيه المختار، وشرحه ابن أبي القاسم الرومي، وشرحه محمد بن إلياس وسماه الإيثار لحل المختار، وكذا شرحه محمد بن إبراهيم بن أحمد المدعو بالإمام وسماه فيضل غفار، وللزيلعي شرح عليه أيضا، وشرحه غير هؤلاء من العلماء. درجته في العلوم: يعد الإمام عبد الله بن محمود من المقلدين القادرين على التمييز بين القوي والضعيف وبين الراجح والمرجوح. وظائفه ووفاته: تولى القضاء في الكوفة ثم عزل، ودخل بعدها بغداد، ورتب الدرس بمشهد أبي حنيفة، ولم يزل يفتي ويدرس فيها إلى أن مات في بغداد يوم السبت 19 من المحرم سنة 83 و600 للهجرة، رحمه الله تعالى.